الدولة التقليدية زوجة المعاش، فالحمد لله أنا مبسوط جدا الحمد يعني. لله. واحنا بقى نفسنا نشوفك في أعمال كوميدية بإذن إن الله. شاء الله إن إن شاء شاء الله. الله. طيب بمناسبة الكلام على طبعا الفنان إسماعيل ياسين، أنت عملت معاه قد إيه؟ 3 أفلام تقريبا؟ 3 أفلام تقريبا، إسماعيل ياسين في السجن، وشهر عسل وبصل، وإسماعيل ياسين غرام في السرك. في السيرك؟ ده ما نزلش قليل، لأن حصل تأمينات العربي الراجل الخليجي او عراقي خده وهرب. انا حطيت كده 2 على الفلاشه، يا ريت تحط ده حتتين. احنا لازم نعرضه، ده لازم حتتين نعرضه، اتنين دي رايعه حاجة جديدة جدا جدا، احنا أول مرة نسمع عن الفيلم ده بتاع كان إسماعيل بطولته ياسين. نانت عبد الحميد، توفيق الدين، اسماعيل ياسين، احمد صلاحات. بس كده هو الفيلم كده. الله والله الله، ده يبقى كان جميل. جميل جدا. بس يا اخي، لكن تقيت يكفى مشهور اكتر اللي كان منتج وطني رمسيس نجيب، لما تأمموا وبتاع فسب لهم كل حاجه، فخدوا الفيلم ده بقى يتحط في الشوارع، يتحط في الدكاكين، في كل حته. لا احنا لازم نشوفه طبعا، ده بتاعنا. اتكلمنا عن كواليسك مع اسماعيل ياسين، وانتوا كنتوا مع بعض ازاي حبيبي بصي، اسماعيل ياسين راجل مخلص، راجل حنين، معنويته او نفسيته جميله جدا، متواضع جدا، على الرغم انه احسنه كتير لكن كان متواضع جدا. وكنا بنمثل انا وهو الافلام دي، فكان يقعد يعلمني ازاي. طب يا احمد انت قلتها كذا، طب تقولها بطريقه الفلانيه، يا ايه الله. مش احسن كده برضه؟ اقول له احسن كده، اتفقنا خلاص. وحتى وانظر اللي انا والبنت بحبها فيه، قالوا لي امشي بقى خلاص انت افكر كده. اللهم عاد اتفرج على فرحات وبيحب عايزه اتفرج على احمد صلاح. فرحات وبيحب البنت دي موجوده عندكم اتوها. ده كان جميل. انت بتقول على الرغم من احزانه، هو فعلا كان بيمر دايما باحزان باحزان، وفترات وقعد 5 سنين اكتئاب ما اشتغلش، غريبه. قعد 5 سنين نجم عالمي، النجم اللي الافلام باسمه، قعد 5 سنين ما اشتغلش. ليه؟ الافلام بيروتيه، جت من بيروت، الافلام بيروتيه، ولد وبنت ضاعوا شقة مخدرات، الشعبية، سلبيات الشعب المصري، ما جابش الفن الأصيل بتاعنا، الشارع المصري بتاعنا. انت كنت بتحب تمثل في المسرح قوي. أوي أوي. أنا كنت منشغل في فريق شوقي مسرحية، مش مسرحيات كتير وأنا صغير، وأنا كبير، وأنا رجعت مسرح، أنا مسرح على قد إيدينا، رجعت مسرح. كان في مسرحية اعتذرت عنها لما جت لي غلطة، هنتهي يوم الخميس الجاي إن شاء الله أروح أتفرج عليها. بجد إن والله شاء الله، إن ربنا شاء يا رب الله. يوفقك يا رب وتنجح وتكسر. بس أنا مش فيها، أنا هروح أنت هناك هتروح، طب ما هو أنت وشك حلو عليهم وأكيد أدم الخير ربنا يعني، يخليك أكيد يا فندم. المسرحية هتنجح وهتكسر الدنيا. طيب ما فكرتش ليه إن أنت تكمل في دراسة التمثيل؟ لا طالما هقول لك حبك ليه، بقى ده. هقول لك ليه. طبعا موهبه وحبه وفي دمي وكل حاجه، بس انا اخترت هندسه اتصالات، كانت حاجه جديده جدا، وسوق العمل كان عايزها جدا، كان سوق العمل بيلح. ايوه الحته الكبيره الله ما بقاش عايزين. الله، هنا بقى ده فيلم ايه؟ ده غرام في سيرك. غرام في السيرك. ده بقى الفيلم يا جماعة اللي ما حدش عارفه ولا اتذاع قبل كده خالص. بقبض بقى وفرحان هاكل شاورما. هو عبارة عن ايه؟ اسماعيل ياسين، وانا لقيت بيربيني ففضلت معاه، حب بنت جيران، انا خدت بنت جيران شغلتها في السيرك، فشافت الحاجات الحلوه، شافت اللي بتوع الصوت، شافت مش عارف ايه، فتنورت عليه. ابتدى في الوقت ده الوليس خدني منه ووداني في الاحداث، بقى شطه حبيبه في الاحداث، واللي بيتحبه حبيت غيره، فدخل قفص الصوت، دخل قفص الصوت وقف على نفسه، وهو فضل لغايه ما سيطر على الصوت ومرنه كويس، بقى هو النجم الاوحد بتاع داره الصوت ده، النجم الاوحد. طب ده فيلم قصته جميلة جدا، جدا وانا متخيلة من الحاجات اللي بتحكيها لي والاحداث اللي بتحكيها لي دي ان يكون فيها مشاهد كوميدية توقع من الله الضحك. الله 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 الله، جميلة جدا. بس يعني تأمين بقى، التأمين ده خراب على الناس، مش كويس. طيب تعالى نرجع تاني برضو لحتة برضو التمثيل والفن،
لما انت دخلت بقى خلاص بقيت مهندس اتصالات ايوه ومريت بظروف اكيد طبعا وتقلبات كتير جدا ايوه في حياتك، مين اللي ساندك؟ مين اللي وقف جنبك؟ مبارك مبارك. مبارك مبارك اول ما شافني انا اهله ولاد الكلب موظفين دول جايبين عيالهم مش عارف كنا في المصيف جايبين عيالهم في الصيف معاهم فجمال دي عبد العزيز لا يا فندم ده احمد فرحات مهندس اتصالات ده ولا كويس قوي مخلص ومخلص في شغله. قال له مش ده بتاع صيصفه؟ قال له اه يا فندم. قال له اقعد يقول لي عندي معاد وعندي سيب وعندي ده. قال له لا هو ساب كل حاجه وانقطع للدراسه بتاعتنا وعنده استعداد يتقبل الدراسه واحنا معاه لغايه ما يبقى اعلى مستوى. بقول لي يعني انا عايزه اعرف برضو حياتك كده عايزين نتكلم عن وروتينك. ايه؟ عايزين نتكلم عن فين استاذ؟ يلا طبعا بيحرقني قوي. يلا نتكلم عن جميل طريقه قوي. اللي قول لي فين بقى وصلت احكي لي بقى ده جالك الدور ازاي؟ فين وصلت انت؟ ما هو مش عارف